أخبار اليوم. وميما النهاردة بتكرم مجموعة من الرموز لمجمل أعمالهم، وشرفني وأسعدني أن أنا أكون واحد من هؤلاء. وأنا بشكل عام بيسعدني كل التكريم الذي يأتيني من جهات أهلية أكثر بكثير من التكريم الذي يأتيني من الجهات الرسمية، لأن دي بتعكس بشكل حقيقي رغبة وإرادة ورؤية الناس لمن يحبون. احنا في لحظة مرتبكة من تاريخنا الثقافي، الشعب المصري بقيادة شبابه أو الطليعة من شبابه عملوا ثورة في 25 يناير. في 25 يناير دي رفضوا منظومة القيم القديمة، طردوا رموزها من الميادين من مغنين وممثلين لأنهم لا يعترفون بهم كمبدعين للمستقبل، وفي نفس الوقت أبدعوا فنونهم، هم أبدعوا فن الجرافيتي، أبدعوا المسرح الشعبي أو زي مشاهد صرف العفريت وزي مشاهد المحاكمة الشعبية، أبدعوا كثيرا من الغناء، استدعوا بعض الغناء القديم المحترم يشارك معهم في معاركهم. ثم بعد ذلك شاهدنا انحياز شبه رسمي لكل القديم ورفض لكل ما هو جديد، لكن يقينا بعد أن يخوض هذا الجديد معاركه من أجل المستقبل سيفرض نفسه، وستكون هناك ثورة ثقافية حقيقية نحن جديرون بها في مصر المستقبل. أنا الحقيقة شايف أن يعني مثل هذه التسريبات والهياج على مثل هذه التسريبات يشابه بالضبط في يعني في انحداره نفس السكوت على تسريبات أخرى تسربها الداخلية وأعوان الداخلية من الأملاجية تتعرض بالمثقفين وبالثوريين وبالسياسيين. نفس الانحطاط الأخلاقي في تسريب مثل هذه التسريبات يشبه بالضبط نفس الانحطاط الأخلاقي في التصدي وفي التشهير بهذه الكليبات. لا توجد بعد ميثاق شرف إعلامي واضح يحكم حياتنا الإعلامية، وهذا ما طلبنا به في الدستور. ينبغي الإسراع بتحقيق مواد الدستور وتحقيق المجلس الأعلى للمجلس الوطني للإعلام وللصحافة.